مساء الخير. يعني استاذ فادي، بوقت اليوم شباب التيار الوطني الحر امبارح كانوا قدام بيت الرئيس سنيورة وانضموا الى المتظاهرين، انتم مقدمين اخبار ضد المتظاهرين؟ لا، الحقيقة بحب اوضح بهذا الموضوع اولا لتصويب هالاخبار، لانه اخذ منحى غلط بالرأي العام. الاخبار اكيد منه ضد المتظاهرين، منه ضد التعبير عن حرية الرأي، وهذا اول بند نحن حطيناه بالوقائع. اذا وصل لك الاخبار بنقول نؤكد على حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكرسين في الدستور. نحن ناس طالعين من مدرسة الحريات والتعبير عن الرأي، ونحن محامين، نحن مندافع بالمحاكم عن حرية التعبير وعن حرية الرأي. إنما الإخبار موجه ضد من أقدم على قطع الطرقات، وكل الناس بتعرف ما بده مين يقول مين كان عم يقطع مجموعات كتير محددة بأي ساعة من أوقات الصباح بوقت الذروة. الناس لما بدها تنطلع على أشغالها وعلى المدارس والجامعات كان ينزل عدد من الشباب بمناطق سائب، انه نحن عدد من المحامين متوزعين بسكننا وباشغالنا بين كسروان وبيروت ومناطق اللي هي كانت عم تسكر فيها الطرقات. فكنا نتعرض كل يوم اكثر من ساعتين وثلاثه ونضطر نحول كذا وجهه سير، وثلاث اربع شباب يبقوا موجودين. نحن بالعكس لو كان في ناس عم تتظاهر، بس استاذ فادي خصوصا على خط قسروان اول مره بتعلق بعجله السير ساعه وساعتين، يعني حضرتك رفع لك شي اخبار ضد الدوله بالشتاء مثلا او هيك؟ على عده ايام صديقتي بقينا نقعد كل يوم ساعتين ثلاثه الصبح، وايام نضطر نرجع ما نقدر نظهر من منطقه ادونيس مستديره مر شربل. ليش بدها تتسكر بادونيس؟ كان التجمع على اوتوستراد الزوق. اي متى انضميت على التيار الوطني الحر استاذ فادي؟ اي متى اي متى التحقت بالتيار الوطني الحر او انتسبت للتيار؟ نحن باي سنه؟ باي سنه؟ هذا موضوع كنابة نقطة أساسية. باي سنه حضرتك انتسبت للتيار الوطني الحر؟ خليني اقول لك، هذا موضوع ما بيقدم ولا بيقدم. بلا بيقدم، اي سنه انتسبت؟ نحن ما هذا مش موضوع الاخبار، نحن هذا الاخبار تقدم باسم محامين باسامينا الشخصيه. اولا نحن ما بنمثل التيار الوطني الحر، ولا نحن لنا صفه ندعي مثل ما عطيت وسائل التواصل الاجتماعي انه التيار الوطني الحر يدعي على الشعب اللبناني. هالعنوانين غلط. لا، التيار الوطني الحر هو خولنا ولا كلفنا ولا نحن مخولين. امبارح قال الوزير نيكولا صحناوي ان هن ضد هيدا، النائب نيكولا صحناوي انه ضد هيدا الاخبار. هيدا مثيل، لانه هيدي طلعت بالاعلان، وهيدا بياكد انه الحزب التيار الوطني الحر منه هو اللي مقدم هالاخبار. لو بده يقدم الحزب الاخبار بقدم وبدون ما يخجل من اي تصرف. بس انا بحب صوب نقطه اساسيه، نحن في ناس نزلت الصبح على الطرقات وبقيت ساعات واقفه بسياراتها ما تقدر تنزل، تنطر للساعه 9 9 ونص او 10 تيقرروا يفتحوا يرجعوا الطريق. هذا مش تظاهر، مع احترامي. اذا نحن بلشنا نضيع كمان بالبوصله انه كيف حق التظاهر بيكون وكيف قطع الطرقات بصير، هذا مشكله. نحن لوين لجأنا؟ لجأنا إلى القضاء ونحن نطلبنا. بس سابقا يا أستاذ فادي، التيار الوطني الحر على أيام حكومة السنيورة والعصيان الشهير قطع طرقات وصار في قواص وصار في جرحى، فكمان سنة بقت ساوترفيل، سنة وسط البلد، سنة بقي بالخيم وبالتسكير لإسقاط حكومة فؤاد السنيورة، سنة تسكر البلد ولا بالبلد ما عليه، ما في له أهله وناسه. بس انه اذا حضرتك علقت بالعشقه بتعتبر فيك ترفع دعاوى على العالم؟ ليش ذكرنا، خليني احكي اذا بتسمحي. تفضل. ذكرنا اللي صار اليوم بسنه الاحداث من ال 75 لل 90، مرحله نحن بنكره انه نرجع نشوفها، بنكره انه اولادنا يرجعوا يشوفوها. رجعوا ذكرونا بقطع طرقات وبحواجز مدنيه وبناس بتطلب هويه على الطريق وبتقرر اذا انا بقدر اقطع او ما بقدر اقطع. طلبوا منك الهويه؟ لحظه، لا اذا هيك غير موضوع استاذ فادي، هيدا غير موضوع. اذا حضرتك حدا طلب منك هويه، حضرتك عم بتقولي غير موضوع. انا عم بقول لك اللي عم بيصير كان بهالفتره الاخيره هو
كان عم يردنا لايام مشؤومه ومنظر ما تعودنا نحن بقى نخلي اولادنا يشوفوه. اما بما يتعلق بالتظاهر نحن اليوم في تظاهرات، في طلاب عم يتظاهروا، حدا عم يجي بيعترض على هالموضوع. بس سؤال حضرتك، طلب حدا منك هويه؟ يعني هذا الاخبار لازم يكون شخصي ضد اشخاص محددين. امبارح كنا نحن عم نناقش موضوع الهجمه الاعلاميه اللي ردت علينا، خليني اذا بتسمحي لي تسمعي صوتي. تفضل. كان في امبارح عندنا نحن عم نتشاور هالمحامين، محاميه معنا بتقول انا وقفوني شبان فريخات بيسالوني الصبح بيقولوا لي وين رايحه؟ وعطينا هويتك. انا حضرت على التلفزيون على طريق شكه بيقول له نازل زور ناس بالمستشفى مريض، بيقول له هذا مش اضطراري فيك ترجع رجعه. معلش هيدي حطيتوها انتم على التلفزيونات مش نحن. مش انا عم جيب هيدي المواضيع من عنا، نحن بهمنا انتم تصوبوا صوب الحق، نحن شو الغلط والجريمه اذا قدمنا اخبار امام مدعي عام التمييز؟ اذا كنا نحن غير محقين بهالاخبار سوف يحفظ، واذا كان في تصرفات شاذه باثناء هالحراك نحن مانا ضد لا حدا يتظاهر ولا الناس تنزل، اهلنا وقرايبنا واصدقائنا كانوا موجودين وكنا عم نتواصل معهم وقت اوقات التظاهر واوقات التحرك، كنا عم نقول لهم غيروا شعاركم نحن كلنا بننزل على الشارع، بس هذا ما بيعني انه تقطعوا الطريق علينا، نحن بقينا 17 يوم اسرى بمنازلنا، كان نحن اللي زعجنا عم يستعملوا الناس لأسرهم ومنع من النزول إلى شغلهم، كان لما يقطع توقيت الصبح ننزل على الشغل أو على المدارس يرجعوا يفتحوا الطرقات، نحن ضلينا ناطرين يعني ما رح تسقطوا للأخبار، بالآخر أنتم باقيين عليه. نحن بمرجعين، نحن مدرستنا بتقول القضاء والجيش، إذا هود اثنين ما ضلينا نحترمهم ونحافظ عليهم ما رح يبقى في بلد. شكرا. ولا رح يبقى في وطن. شكرا. نعم. أستاذ فادي أنا بدي أشكرك بس لأنه